في أوروبا تقع دولة اسمها البوسنة. في البوسنة يقع إقليم يتمتع بحكم ذاتي اسمه صربسكا. في صربسكا توجد قطعتان تشكلان أكبر المخاوف على وحدة البوسنة وأمن أوروبا. على الحدود صربسكا، اسمها مستوحى من العرقية الغالبة على سكانها الصرب. اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحروب البوسنية عام 1995 وضعت الإقليم تحت سيادة دولة البوسنة والهرسك مع منحه حكماً ذاتياً، ورئيس الإقليم يكون عضواً بالمجلس الرئاسي الثلاثي في البوسنة. بين الفترة والأخرى تصدر دعوات انفصالية من الإقليم مع قرارات وخطوات تشير للانفصال. صور رادوفان كرازيتش والقائد العسكري راتكو ميلاديتش المدانين بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال فترة الحروب البوسنية ترسم كجداريات تعرضهما كبطلين في صربسكا. جريمة الإبادة الجماعية بحق المسلمين في سربرينيتسا التي ارتكبتها ميليشيات صرب البوسنة بحق المسلمين منتصف التسعينيات يتم إنكار وصفها بالإبادة الجماعية لدى المسؤولين في إقليم صربسكا. ميلوراد دوديك العضو الصربي في الرئاسة الثلاثية للبوسنة والمقرب من روسيا يخطو نحو تخلي جمهورية صربسكا عن مؤسسات الدولة البوسنية السيادية، القوات المسلحة، القضاء وإدارة الضرائب. هذا التحرك يصفه الخبراء بانفصال في كل شيء ما عدا الاسم. ترفض أمريكا ودول حلف الناتو خطوات صربسكا الانفصالية وترسل جنوداً إلى البوسنة للتحذير من المساس باتفاقية دايتون، في حين تشجع صربيا توجهات صربسكا بدعم سياسي وعسكري بمباركة من روسيا الحليف التقليدي لموسكو في البلقان. ينظر إلى البوسنة باعتبارها برميل بارود قد يعيد المشكلة إلى منطقة البلقان خاصرة أوروبا الموجعة. هنا تحضر روابط العرقية والدينية لقوى مؤثرة في العالم ستلقي بثقالها لحماية مصالحها: روسيا، تركيا، الاتحاد الأوروبي وأمريكا. التفكك الدموي ليوغوسلافيا في تسعينيات القرن العشرين أفرز دولاً قومية عدة متنوعة الأعراق والديانات، البوسنة وكرواتيا وصربيا وسلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية ودولة كوسوفو التي لا تحظى باعتراف دولي كامل. صربيا وجدت نفسها دولة حبيسة بلا سواحل وتروج لفكرة ظلم تاريخي تعرضت له على مدار سنوات في الجغرافيا والديموغرافيا، تروج لشتات قومي صربي مع دعوة ووعود لإعادة ضمه، تماماً كما تروج روسيا للشتات الروسي المضطهد في حربها بأوكرانيا. بسبب صربسكا تعيش البوسنة ومنطقة البلقان وأوروبا إحدى أكبر المخاطر الجيوسياسية في العالم.